الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير مثال رقم 3 على البرمجة الخطية، الحل البياني Linear Programming Graphical Method. وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض بأن صانعا ما ينتج نوعين من الكراسي، النوع الأول العادي X والنوع الوثير الفاخر Y. هذا الآن النوع البسيط الرخيص أو النوع العادي، وهذا النوع الوثير واي. يباع الكرسي من النوع العادي هذا بثمانية دنانير لكل وحدة واحدة لكل كرسي، والنوع الوثير لكل وحدة منها لكل كرسي منها بعشرين دينارا. يحتاج الكرسي العادي، هذا الكرسي العادي يحتاج لأربع ساعات عمل، أما الكرسي الوثير هذا واي فيحتاج إلى ثمان ساعات عمل. لاحظوا لأنه يعني ضعف هنا، طبعا السعر 20 دينار للوثير و8 دينار 8 دنانير للعادي. على ساعات العمل التي يحتاجها هذا الكرسي 4 ساعات، في حين أن هذا يحتاج إلى 8 ساعات، ضعف عدد الساعات التي يعني. ويحتاج الكرسي العادي إلى 20 وحدة من المواد الخام، هذا 20 وحدة من المواد الخام، أما الكرسي الوثير فيحتاج إلى 30 وحدة. إذن الآن كل المعلومات متوافرة لدينا. يتوافر للمصنع هنا طبعا الكونسترينت أو القيود، هذا القيد الأول. قيد الثاني هنا المصنع عنده 64 ساعة عمل، يعني عنده عدد عمال فقط 64 ساعة عمل أسبوعيا، ويورد له 270 وحدة من المواد الخام أسبوعيا، طبعا 270 للجهتين. يريد الصانع أن يعظم أرباحه باي، الآن الربح باي من إنتاج وبيع الكراسي التي ينتجها. السؤال فكم من أكس عليه أن ينتج وكم من واي عليه أن ينتج؟ إذن الآن لدينا المعلومات كاملة بأن هذا الصانع أو المصنع ينتج نوعين من الكراسي، النوع العادي X والنوع الوثير Y. يباع تباع الوحدة الواحدة أو الكرسي الواحد من X بثمانية دنانير، في حين أن هذا يباع بعشرين دينارا، ويكلف هذا ساعات عمل مقدارها أربع ساعات، في حين هذا يكلف ثمان ساعات، ويحتاج هذا إلى عشرين وحدة من المواد الخام، في حين هذا يحتاج إلى 30 وحدة. ويتوافر المصنع 64 ساعة عمل أسبوعيا و270 وحدة من المواد الخام أسبوعيا للجهتين. طبعا هنا فالسؤال الذي يطرح لنفسه، كم على الصانع أن ينتج من أكس وواي حتى يعظم أرباحه؟ الآن نستطيع أن نصيغ دالة الهدف هذه Objective Function والقيود كما يأتي. هذا الآن Maximize MX Maximize Pi اللي هي الربح هنا تساوي 8 X اللي هو 8 سعر في X زائد 20 اللي هي سعر في Y. إذن نحتاج إلى تعظيم السعر في الكمية زائد السعر في الكمية. هنا طبعا كأنما ضمننا التكاليف، وبالتالي يعني سنفترض بأن دالة الأرباح باي تساوي السعر في الكمية زائد السعر في الكمية، والتكاليف متضمنة داخلا، وبالتالي هذا الربح الصافي. خضوعا للقيود التالية، هنا أربعة اللي هي هذا قيد الزمني، الآن أربعة X زائد 8 Y أقل من أو تساوي 64 ساعة أسبوعيا، وهنا قيد الكميات 20 X زائد 30 Y أقل من أو تساوي 270 وحدة، فهذا نسميه إحنا قيد الزمن، وهنا قيد الكميات هذا، وهنا طبعا X و Y اللي هي كمية من X و كمية من Y يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفرا، يسموها non-negative constraint أو القيود غير السالبة. هذا الآن يعني بشكل بسيط الدالة التي نريد أن نعظمها خضوعا للقيود التالية، هذا القيد الأول قيد الزمن وقيد الكميات اللي هو 270. نكمل على بركة الله منظومة المعادلات مرة أخرى، ونقوم بتحويل القيود إلى معادلات خطية. هذا الآن يعني الدالة مع قيودها كما ذكرناها قبل قليل، لكن نحول هذه القيود الآن إلى معادلات خطية كما يلي: 4x زائد 8y تساوي 64 و2x زائد 30y تساوي 270. طبعا هنا التمثيل البياني، كمية الكراسي من النوع العادي على المحور الأفقي، كمية الكراسي من النوع الوثير على المحور العمودي. القيد الأول 4x زائد 8y تساوي 64، إذن هنا هذا القيد الأول، هذا 4x زائد 8y تساوي 64 اللي هي المعادلة الأولى، وبالتالي بنتج عنها إذا كانت y تساوي صفرا هنا، وبالتالي x تساوي 64 قسم على 4 يساوي 16،
وإذا كانت X تساوي صفرا بكون Y تساوي 64 على 8 يساوي 8. إذن هنا 16 مع 0 وهنا 0 مع 8، يعني قيد X هنا وقيد Y. أما القيد الثاني هو هذا اللي هو 20X زائد 30Y تساوي 270، هذه المعادلة لها. وبالتالي إذا كانت X تساوي صفرا أو Y تساوي صفرا بكون بالحالة هاي، إذا كانت Y تساوي صفرا بكون X تساوي 270 قسم على 20 يساوي 13.5، وإذا كانت X تساوي صفرا بكون 270 قسم على 30 إذا تساوي 9. بالتقيدين هنا يلتقي القيدان هنا عند هذه النقطة، وبالتالي الآن هاي النقاط التي نحتاجها هنا طبعا 0 مع 0، هذه 13 مع هنا 0 13.5 مع 0 هنا، هذه سنحتاج إلى حلها، وهذا الآن 0 مع 8. وبالتالي ما يسمى بالفيزيبل سولوشن أو المجموعة الممكنة تكمن في هذا الشكل الرباعي، ينطلق من هنا هذه النقطة مع هذه النقطة مع هذه النقطة مع هذه النقطة، اللي هو كورنر سولوشن أو ما يسمى بالحل الزاوية أو هذه الزوايا الأربعة. هذا الآن المجموعة الممكنة، هذه النقاط كما ذكرناها وما نسميها المجموعة الممكنة، ما يعني بأننا نحتاج إلى حل المعادلتين آنيا حتى نستخرج قيمة هذه النقطة هنا، يعني زوج المرتب هنا. وأنا الآن من يعني نجعل القيد الأول هذا المعادلة هذه تساوي هذه المعادلة، ننقل طبعا الـ 64 إلى الطرف الأيسر تصبح 4x زائد 8y سالب 64 تساوي 20x زائد 30y سالب 270، كما هنا يعني بينتها 4x زائد 8y سالب 64 تساوي 20x زائد 30y سالب 270. ما يعني الآن من حلها آنيا نجد بأن x تساوي 6 وy تساوي 5، إذن هذا الزوج المرتب 6 و5. إذن لدينا الآن ما يلي، هذه 0 مع 0، هذه 13.5 مع 0، هاي 6 مع 5، هاي 0 مع 8. نكمل على بركة الله. الآن تعظيم الأرباح، هاي الأرباح maximization أو تعظيم باي تساوي 8x زائد 20y كما ذكرنا، وهاي الآن الأزواج المرتبة 0 مع 0، 13.5 مع 0، 6 مع 5 و 0 مع 8. ما هي القيمة لـ X أو Y، X و Y التي تجعل باي هذا الربح أعظم ما يمكن؟ جدول يعني الآن X و Y، X و Y قيم X قيم Y، ما هي القيمة المترتبة على X و Y لباي؟ الآن عندما تكون الآن هاي الزاوية الآن 0 مع 0، 0 في 8 زائد 20 في 0 تساوي 0، وبالتالي باي بتكون 0. إذن هذا ليس حلا ممكنا. نذهب إلى النقطة الثانية، 13.5 مضروبة في 8 زائد 0 مضروب في Y تساوي 108. إذن هذا حل آخر، لاحظوا اللي انتقل للربح من 0 إلى 108. ننتقل إلى النقطة الثالثة اللي هي 6 و 5، عندما تكون X تساوي 6 و Y تساوي 5 بكون الباي هنا 6 في 8 زائد 5 في 20 تساوي 148. وأخيرا 0 مع 8، 0 مع 8 0 مع 8 0، 8 في 20 160. إذا لاحظوا لي أكبر قيمة للربح هي 160، هذه 160، وبالتالي يجب على المنشأ أو على هذا الصانع أن يصنع فقط 8 كراسي وثيرة من نوع واي الغالية وصفر من أكس. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا، أكون قدمت لكم الفائدة، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.